ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان يشهد اليوم طقس معتدل في اول الليل، مائل البروده في اخره، وفي الصباح الباكر حار نهارا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلام بهيئة الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك بدينا. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني من امبارح واحنا بنشعر في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، من درجتين لثلاث درجات بس، ناس فرق معاها قوي الدرجتين والثلاث درجات دول، فطمنينا عن حاله الطقس. بالفعل يمكن احنا عندنا ارتفاعات في درجات الحراره في اغلب محافظات الجمهوريه بمعدل من درجتين لثلاث درجات عن المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، وكمان عن الايام الماضيه اللي كنا بنسجل فيها قيم درجات حراره حوالين 30 درجة مئوية، وكانت الأجواء خريفية بامتياز في معظم المحافظات. وده بسبب إن إحنا بنتأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، ده اللي أدى لارتفاع قيم درجات الحرارة. كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل بشكل كبير على زيادة فترات طلوع أشعة الشمس، عدم وجود أي سقف مؤثرة في الطبق خلال فترات النهار، فبالتالي ده اللي بيخلي في ارتفاعات في قيم درجات الحرارة. اليوم تحديدا تتوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 32 درجه مئويه خلال فتره النهار، وتحديدا في وقت الظهيره. عشان كده الطقس خلال فتره النهار اللي احنا بنقصده ان هو طقس حار في معظم محافظات الجمهوريه خلال فترات النهار. طبعا خلينا ناكد ان نسب الرطوبه او احساسنا بوجود نسب رطوبه اقل بشكل كبير طبعا في معظم محافظات الجمهوريه. صحيح. بنيجي على فترات الليل، ويمكن ما زالت قيم درجات الحراره خلال فترات الليل منخفضه، خاصه مع غياب اشعه الشمس، هتظل اجواء فتره الليل في مجملها اجواء معتدله بشكل كبير. لكن في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر احنا بنحس بالاجواء المائله للبروده، خاصه في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان الصغرى فتره الليل انخفضت في بعض المحافظات لاقل من 20 درجه مئويه. كمان طبعا الظاهره الجويه اللي دايما مؤثره معانا في حالات استقرار الاحوال الجويه، الشبوره المائيه. الشبوره المائيه طبعا بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه منها في المساحات المائيه، وهي الشبوره المائيه كثيفه في بعض الاماكن، يعني اليوم كانت كثيفه في بعض الاماكن من محافظات الوجه البحري، مدن القناع، وسط سيناء، كثيفه يعني بتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتختفي مع طلوع اشعه الشمس. يعني تقريبا الساعه 8 صباحا بتختفي، هي لسه كمان بسيطه مش قويه قوي، يعني لسه ما هنبدا كمان في بدايه فصل الشتاء هتبقى قويه جدا الصبح، لكن ما زالت معقوله زي ما بنقول. بالفعل هي من زي شبوره فصل الشتاء طبعا. طبعا فصل الشتاء بتبقى كثيفه بشكل كبير وبتستمر فترات طويله، لكن هي شبوره مائيه الموجوده معانا بتبقى خفيفه في اماكن كثيفه في اماكن الاخرى، وبتختفي سرعان ما تطلع الشمس. الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على الطرق بشكل كبير، وما بتاثرش على حركه المرور، يعني الحمد لله ما فيش اغلاق اي طرق مع الشبوره المائيه. حتى كمان نشاط الرياح اللي موجود معانا في فترات المساء وساعات الليل سرعاته مش عاليه بشكل كبير، ما بين 35 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده يلطف الاجواء ويخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره في فترات المساء وساعات الليل، غير مثير لاي رمال واتربه. بالاضافه كمان حاله الملاحه البحريه معتدله، البحريين مؤهلين لاعمال الصيد بالملاحه البحريه واعمال التنزه، ارتفاع امواج ما بين 1.5 ل 2 متر على البحرين، فبالتالي نقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط او شواطئ البحر الاحمر. الاستقرار والارتفاعات الطفيفه في قيم درجات الحراره ده متوقع انها تستمر معانا يمكن لحد يوم الاحد اللي جاي، لحد بدايات الاسبوع اللي جاي. لكن الاكيد ان هيكون في فرق في احساس بقيم درجات الحراره بين فتره النهار وفصل الليل، وده اللي لازم ناخد بالنا منه بشكل طبعا كبير، لان ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. طيب. فيفضل طبعا واحنا خارجين فصل الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر، يعني تكون الملابس خريفيه، اصحاب جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره المركزي، القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، وطبعا نستمر في طبعا. خليني اسال حضرتك بس سؤال مهم كده، لان بعض صفحات السوشيال ميديا بالامس وبقالنا كذا يوم بتتحدث ان هيكون في عدم استقرار في حاله الطقس وامطار شديده وسيول ورياح، وما يعني حضرتك نتحدث عن حاله كبيره من عدم الاستقرار، مدى صحه هذا الكلام؟ وهم بيقولوا ان هو يعني خلال الايام على منتصف الشهر تقريبا. لا الكلام ده غير صحيح تماما، احنا بنقول لحد منتصف الاسبوع
الاسبوع اللي جاي الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، مفيش اي فرص لسقوط الامطار تكون مؤثره، يعني ان وجدت فرص امطار مع بدايه الاسبوع اللي جاي فهتكون فرص امطار خفيفه، مفيش منها قلق تماما، مفيش منها اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه، فبالتالي الاحوال الجويه مستقره. واحنا قبل اي حاله جويه ممكن يكون فيها عدم استقرار احنا هنحذر قبلها بوقت كافي، لكن ناكد ونطمن كل الساده المواطنين الاحوال الجويه لحد يوم الاحد والاثنين الجايين منتصف الاسبوع اللي جاي مستقره بشكل كبير، مفيش اي ظواهر جويه مؤثره، وحتى كمان من بعد يوم الاثنين هيحصل انخفاض قيم درجات الحراره، لكن مش هيكون في عدم استقرار بشكل كبير في الاحوال الجويه. علشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر، اطمئنان على حاله الطقس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 32، الصغرى 23، العاصمه الاداريه 31، 22، اسكندريه 28، 21، العالميه الجديده 29، 21، مطروح 28، 20، دمياط 29، 23، بورسعيد 29، 23، اسماعيليه 34، 21، السويس 33، 21، العريش 30، 20، كاترين 27، 13، طابا 31، 24، حلايب 31، 25، شلاتين 35، 25، شرم الشيخ 34، 25، الغردقة 34، 24، الفيوم 33، 21، بني سويف 34، 20، الوادي الجديد 36، 20، أسيوط 35، 19، سوهاج 36، 20، قنا 37، 21، الأقصر 37، 22، وأخيرا أسوان 38، 22. يعني عندنا ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، مش كبيرة بشكل مرتفع جدا، لكن احنا بنخلي بالنا بس من الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، علشان الجو بيكون فيه اختلاف كبير في درجات الحرارة، وخصوصا لأولادنا اللي نازلين المدارس الصبح بدري. كمان احنا الحالة دي مستمرة معانا حتى يوم الأحد أو الاثنين القادمين بإذن الله.